تحرك اختصاصيون نفسيون وناشطون اجتماعيون من أجل إصدار قرار يلزم المقبلين على الزواج للفحص النفسي للحد من ظاهرة الطلاق والانفصال العاطفي والعنف الأسري في السعودية. فوزارة العدل تتجه لفتح مكاتب الصلح بين الأزواج في محاكمها، ووزارة الصحة تعمل على فتح مراكز للتأهيل النفسي قبل الزواج، والشؤون الاجتماعية لا تزال حائرة أمام الأرقام المتجددة من نسب الطلاق وفشل العلاقات الزوجية، ولا تملك سوى التحذير من الخطر. طبعا كل هذا وسط ترقب اجتماعي عن مستقبل العلاقات الزوجية بين السعوديون. خلونا نشوف هذا التقرير لزميلي عبد الله الزبيدي ثم نعود للنقاش. فيما يشير إلى أزمة تهدد المؤسسة الزوجية، طالب أطباء نفسيون بإضافة فحوصات الكشف عن الأمراض النفسية والإدمان على المخدرات ضمن برنامج فحص ما قبل الزواج الذي تعتمده وزارة الصحة ويقتصر على الكشف عن الأمراض الوراثية. ما يبرر هذه الخطوة هو زيادة نسب العنف الأسري وتزايد حالات الطلاق. فبحسب تقرير صادر عن وحدة الإرشاد الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية قبل عامين، بلغ عدد حالات المشاكل الأسرية 3746 حالة بنسبة تصل إلى 50% في العام الواحد. أكيد أن الأطباء اللي بادروا بالفكرة أو طرح الفكرة هذه أو البرنامج الفحص النفسي قبل الزواج أكيد أنه صادفوا حالات، بالتالي كمان إحنا أكيد جاتنا حالات في المستشفى، منهم اللي تفاجأوا من بعض الحالات اللي تفاجأت بالتقييم العقلي، بالتخلف العقلي اللي يعني بالنسبة للعريس أو العروس، يعني غير حتى المتوسط العادي. في بعضهم تفاجأوا بالأمراض النفسية اللي خفيت حتى من قبل ما من فترة الخطوبة، يعني حتى ما كان في مصداقية من ناحية الاضطرابات النفسية اللي موجودة سواء كان للعريس أو العروسة. وكعادة رأي الشارع الذي ينقسم إلى مؤيد ورافض حيال كل جديد، بدا واضحا أن ثمة تباينا في القبول بالفحص النفسي ورفضه بحجة أنه يسهم في تعقيد إجراءات إتمام الزواج. أنا سمعت عنه مؤخرا، أول كان يطلب الفحصات اللي هي الطبية تحليل الدم والأمراض الوراثية، هذا أنا أيدها تماما يعني، والكل تقريبا كل شرائح المجتمع أيدوها. الفحوص النفسية تقريبا شيء جديد وما أشوف أنه يأثر، يعني بالعكس أنه الزواج هو استقرار نفسي أصلا، يعني هو الحل النفسي. والله أظن أنها حتكون يعني مبالغة وتعقيد أكثر، يعني في نفس الوقت هي بتعتمد على نوع الفحوصات اللي حتكون، هل الشخص عنده حالة نفسية سابقة أو هل هو الشخص هذا عنده نفسية غير مرغوب فيها، شخص غضوب أو بالشكل هذا يعني. والله ضرورية، أنا أشوف أنه أصلا من بداية الموضوع كان مفروض أنه يسوون الأشياء اللي زي كذا، وخصوصا عندك معلش المخدرات والأشياء هذه، يعني بنت ناس يعني ما أحد يبغى يظلمها في الأول والأخير عشان نقلل برضو نسبة الطلاق والأشياء دي زي كذا. كل شيء جديد في المجتمع يقابل بالنوع من التحفظ في الأول، ولكن لما تظهر فوائده زي ما حصل في الفحوصات الطبية، كثير في الأول انتقدوها ولكن ظهرت أنه فعلا الفحوصات الطبية قبل الزواج بتؤدي إلى نشوء جيل متعلم ومثقف، وفي نفس الوقت الأطفال اللي بيجوا بيكونوا سليمين من الأمراض الوراثية إذا كان هناك أمراض وراثية. وفي حال إقرار هذا البرنامج فإن على وزارة الصحة أن توفر تكاليف مادية وطاقات بشرية وإعداد برنامج متكامل ودقيق من شأنه أن ينشر هذه الثقافة ويساهم في إعلام المقبلين على الزواج بطبيعة حالاتهم، إلا أن متخصصين يشككون في الالتزام بنتائج هذه الفحوصات. ففي المنطقة الشرقية وحدها رفض 64% من المقبلين على الزواج العام الماضي الأخذ بنتائج الفحوصات وأصروا على إتمام الزواج. لبرنامج يا هلا عبد الله الزبيدي جدة. وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف من استديوهاتنا من جدة الاختصاصية النفسية وعضو مجلس إدارة جمعية حماية الأستاذة سميرة الغامدي، ويشاركنا الحوار المستشار الاجتماعي وأول رئيس لجنة حماية اجتماعية في السعودية الأستاذ حسان طيب. أهلا وسهلا بضيوف الأعزاء، أبدأ معك يا أستاذة سميرة. بعد فحوصات الدم الوراثية والأمراض المعدية جاءت الآن المطالبة بفحوص نفسية للمقبلين على الزواج في السعودية، هل يعني هذا أن حالات الطلاق والانفصال والمشاكل الزوجية والعنف الأسري لا تزال مجهولة والتجارب جارية لمعرفة المسببات؟
مساء الخير علي ومساء الخير على المشاهدين. يعني حقيقي احنا كل يوم بنلاقي انه بيطلع لنا طلب لاحدى الفحوصات، هذا مهم، انا ما انكر انه مهم، وانه بسبب التغيرات الاجتماعيه والنسب العاليه للطلاق بنفكر باننا نعمل فحوصات، لكن انا اعتقد انه احنا نسينا منطقه اخرى، يعني بنطالع لنصف الكوبايه الفارغ وما طلعنا الجزء الاخر، انه في شيء اهم من فحوصات الزواج. هل اللي بيقبلوا على الزواج بيصير لهم نوع من التاهيل النفسي قبل الزواج؟ يمكن يكون هذا مهم جدا، زي ما بنفكر انه نعمل فحوصات وهذه مهمه وفي العالم كله، ولكن اعتقد مهم انه نعمل لهم التاهيل النفسي ما قبل الزواج. بمعنى لما اقول اني ادخل تحليل للادمان مهم جدا. الان اعتقد اضيفت اللي هي الامراض المعديه زي الاتش اي في، يعني الايدز الان اضيفت من ضمن المجموعه اللي بتحلل. لما يضاف كمان الادمان هذا شيء رائع جدا، ولكن لما نجي نتكلم عن الاختبارات النفسيه فهذا شان اخر. الاختبارات النفسيه يمكن اختبار الذكاء والقدرات هو الوحيد اللي ممكن يعطينا علامه واضحه، ولكن اختبارات الشخصيه زي الام ام بي اي والاكتئاب والبيك للاكتئاب ولا تيرو للقلق ولا كل المجموعه هذه بتعطينا علامات ودلالات قد لا تكون دقيقه جدا. فأنا يمكن يهمني أكثر موضوع التأهيل النفسي قبل الزواج أكثر من أني أضيف بس اختبارات نفسية. نعم. طيب قبل أن أنتقل للأستاذ حسين، خلينا كذا إيش نخلي البساط أحمد اليوم ونسولف، يعني حتى الناس يعني يفهمونا أكثر. الحين إيش اللي صاير؟ يعني في مسألة مهمة، هل الناس يعني هل هذه المشاكل كانت موجودة قبل بس ما كان أحد عارف عنها بحكم أنه الإعلام لم يكن يسلط الضوء عليها، ولا اليوم يعني أسباب الطلاق أمور أحيانا ما تكون نفسية بقدر ما هو أنه الرجل أصبحت معاييره صعبة جدا بحكم انفتاح إعلامي كبير، بحكم السفر، بحكم يعني انفتاح أكثر، وأيضا المرأة أصبحت خياراتها أصعب، ألا يدخل هذا من ضمن الأسباب؟ أنا أعتقد يمكن جزء من الأسباب، ولكن أكثر حاجة مؤثرة أنه من زمان موجود الأمراض ومن زمان موجود مشكلة الطلاق، ولكن كان في ارتباطات أسرية أكثر، يعني كانت في أسر ممتدة، كان في شروط في الزواج، يعني كانت المرأة ما تقدر تقول لا، حتى لو زوجها طلع عنده تخلف عقلي أو مدمن أو عنده مشكلة كان عيب تتكلم. أنا أعطيك مثل بسيط، فترة طويلة كانوا العوائل تزوج أبنائهم تقول لو ولدها مدمن تقول يلا نزوج ربنا يهدي، لو ولدها عنده مرض معدي تقول نزوج ربنا يستر عليه، وكأنه الشخص الآخر هذه مجرد وعاء أو ما لها أي قيمة، أو تجده أنه هو مثلا شاب يعاني من قدرات عقلية منخفضة. بالضبط، الشاب يعاني من قدرات عقلية منخفضة ونقول يلا لا نزوجه ويختاروا له أجمل بنت في البلد وهو حقه رجال ما شيء يعيبه. هذا اللي كان المتعارف عليه، لكن طبعا مع ارتفاع مستوى الوعي مع التغيرات الاجتماعية زي ما حضرتك قلت انه حتى النساء اصبح لهم متطلبات، اصبح عندهم وعي، صاروا يقدروا يقولوا لا، صاروا يقدروا يقولوا انه مش هذه الحياة اللي احنا لازم نكمل فيها، فاصبح صار في مطالبات. ترى المطالبات مش بس من وزارة صحة أو من ناشطين حقوقيين، المطالبات من نفس الأشخاص هم اللي بدأوا يقولوا إنه إحنا ما نبغى نكمل بالشكل هذا، ما نبغى الحكاية تمشي بس بالبركة زي ما يقولوا. طيب. لازم يكون في آلية واضحة. نعم.